السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونون بألف خير وصحة وسلامة. حبيت أقدم لكم اليوم خلطة توابل خاصة بالبيض أو بطهي البيض، جدا طيبة، أنصحكم تجربتها، واللي ما يحب البيض راح يحبه من هذه المجموعة من التوابل. راح ناخذ من هذه التوابل طبعا مقادير معينة. بالبداية نخلي الملح، ملعقة طعام من الملح، علبة خاصة يعني راح نستخدمها بعدين ترش. راح ناخذ ملعقة صغيرة أو رشة من الفلفل الأحمر. راح ناخذ نص ملعقة الكوب أو نص ملعقة صغيرة من الدارسين أو القرفة، وكذلك البصل البودر. عندنا ايضا السماق، عندنا ايضا البابريكا، عندنا الفلفل الاسود، الكمون ربع ملعقة صغيرة، يعني شو ملعقة الاستكان، يعني بس للتنسيم، يعني ينطيها طعم بسيط. هذه هي، نخلطها بنفس العلبة ونحضر البيض قدامكم. وبعد ما تجهز عندنا البيض نخلي عليه من هذه الخلطة، ما تصورون ريحتها شلون طيبة. أتمنى تعجبكم هذه الخلطة، خلطة التوابل الخاصة بالبيض، وتقدموها إن شاء الله بألف صحة وعافية. لا تنسونا باللايك وشير الفيديو بين الأصدقاء. في أمان الله حبايبي.